وسيد المرسلين. اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب. من جاء بمعية عشيرة الريالات من أصدقاء وأنسباء، وكذلك المستقبلين من عشيرة بني هاني من أصدقائهم وأنسبائهم وأقربائهم وجيرانهم، فاجتمعنا في هذا اليوم المبارك لأمر عظيم، لأنه وصف بالميثاق الغليظ. هذا الزواج هو سنة الله ورسوله، كتبه ليكون مشكاة للمجتمع، حتى حلل لنا الزواج وحرم علينا السفاح والزنا. فالحمد لله على هذه النعمة الكبيرة. وأود أن أشكر عشيرة الريالات، العشيرة الكريمة التي شرفتني وكرمتني بأن أتحدث باسمهم بهذه المناسبة الجليلة. وما أود أن أقول أننا جئنا إلى عشيرة بني هاني، فأنا أعرف منها الرجال، وأعرف كذلك الأخ الدكتور أحمد، فهو زميل وصديق عزيز، وله من السمعة الطبية والمهنية والمقام المحترم بين زملائه وبين من عرفه. وأعرف كذلك من الأطباء العلماء من هذه العشيرة، كانوا زملائي وعملنا سويا في أكثر من موقع، فأكن لهم كل التقدير والاحترام. ولا أريد أن أطيل مدحا وثناء، لكنه هذا حق وواجب أن نعترف لهذه العشيرة. فأنا كنت امبارح بالشمال كذلك في إربد في مناسبة وفي خطبة، وأعرف قدر وقيمة عشيرة بني هاني في هذه في مناطقنا في الشمال، فهم من خيرة الخيرة، وهذا يشرف من تعرف عليهم وناسبه. يقول الله في محكم كتابه العزيز ومن آياته: أنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. عندما نتمعن في هذه الآية الكريمة أن جعل هذا الزواج وجعل هذا الميثاق الغليظ وجعل هذا النسب بين العالم وبين البشر، جعله سكينة ورحمة وآية من آياته، كما هو خلق الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب، آية من آيات الله. فإذا نظرنا وتفكرنا قليلا، يعني وأنا بحب هذه النقطة، أظني أضيفها كثير ولا بحكي فيها، بقول في عمار نحن متزوجين 40 و30 وفي ناس 50 سنة، شو هذا السر اللي يبقى الاثنين مع بعض وخايفين على بعضهم ودايرين بالهم على حالهم؟ المرة خايفة على زوجها ولا بعد هذا العمر؟ هذه هي السكينة والرحمة، هذا هو السر الإلهي، أن جعل بينما أنت وعد أنت واثنين بعد ربع ساعة بقول له والله وراي شغل مشوار مضايق، بينما هذه الست وهذا الرجل يعني بعد هذا العمر يكونوا خايفين على بعضهم ودايرين بالهم. فهذه السكينة والرحمة والمودة التي وضعها الله. هذا الموضوع يعني حقيقة لازم كلنا ننتبه. اثنين، بقول هذا النسب وهذا القرب وهذا التعارف بين الناس، يعني جمعنا بين الشمال والجنوب، الشمال والوسط، أن نكون
أسرة ونكون لبنة من لبنات المجتمع، وبصلاحها يصلح المجتمع. فنتمنى إن شاء الله أن تكون هذه اللبنة لبنة صالحة تصلح لهذا المجتمع الذي نفتخر ونعتز أننا ننتمي إليه. ولا يفوتني حتى أن نتكلم بواقعنا وأن نترحم على الشهداء من فلسطين ومن غزة، وإن شاء الله أن تمر هذه الغمة علينا جميعا، ونتمنى للشهداء الجنة إن شاء الله وللجرحى الشفاء، وأن تنتهي هذه المشكلة الكبيرة وهذه المصيبة. لكن واجب علينا نحن أن نكون سندا لأهلنا وإخواننا في فلسطين، وأن نكون متوحدين متكاتفين، وأن ندعمهم بالطريقة، ودعمنا لأهلنا في فلسطين أن نكون يدا واحدة في الأردن، لا أن نكون متفرقين. الأمر العظيم الذي جئنا من أجله هو خطبة بنت الدكتور أحمد بني هاني فرح، فإن شاء الله أن يكون هذا فرح عظيم ومستمر إن شاء الله لابننا العقاب مضفي محمد الريالات. وكما أعلم وشهادتي إن شاء الله تكون صادقة بأنه من الشباب صاحب خلق وصاحب دين، وعشيرة الريالات في مدينة الصوت من العشائر المعروفة التي قدمت الرجال المحترمين، ونفتخر ونعتز بهم في مدينة الصوت. وأعتقد أنه أي واحد فيهم كان أفصح مني لسانا وأكثر وباستطاعته أن يقوم بهذا المقام الجليل الكريم، لكن هذه عادة الكرام وعادة الناس الطيبة أن تكرم الآخرين. فكلنا أهل وكلنا نتوقع من هذه العشيرة، وجئنا وإن شاء الله قهوة الأجواد ما تبرد. ويعطيكم العافية. شكرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من في هذه القاعة من الضيوف الكرام، عشيرة الريالات ومن جاء معهم، وأهلا بمن جاء إلى معهد عشيرة بني هاني لاستقبال هذه الجائزة. لقد تحدث معالي الأخ الدكتور وكفى وفى، والكريم يعطى قبل أن يسأل، فأنتم الكرام، والكريم أيضا يعطي قبل أن يسأل، والريالات كرماء يعطوا ويشربوا قهوتهم، والدكتور أحمد أعطاه لهذه العشيرة. أسأل الله كما تفضل معالي الأخ الدكتور أن يكون دعاءنا في قلوبنا وفي ألسنتنا مقبولا عند الله لهؤلاء الشهداء الذين كانوا هم واجهة الأمة. لا نملك لهم إلا الدعاء، هذا أقل ما يمكن لهم. أنا كلفني أخي الدكتور أن أعلن الموافقة وقد أعلنها، فقبل أن نشرب القهوة التي لا تغني إن شاء الله تعالى، في خواطري ملاحظات وخواطر. عندما دخل أقاربي ومن معهم اعذروني أن أقول أن الأردن بكامله كان في استقبال الصوت، الأردن بكامله من هؤلاء الزواج
العلماء المحترمين والشخصيات الوطنية كانوا في استقبال الصلت. الصلت لها معنى خاص في نفسي أنا شخصيا. أنا أدرك وأعترف أن عمان هي العاصمة السياسية لهذا البلد، ولكن الصلت بالذات، الصلت كما كان بيت الشعر فيه العمود الأوسط، هناك أعمال جانبية، فالأردن بجوانبه جنوبه وشرقه وغربه وشماله، فالعمود الأوسط هو الصلت. كل الناس منذ بدء الإمارة إلى هذا اليوم كانت ترمي إلى الصلت طلبا للعلم والنسب. ما من عائلة في هذا البلد إلا ولها سفيرة محترمة في الجنوب والوسط والشمال من بنات الصرف اللواتي أنجبن رجالا أردنيين مخلصين أوفياء. ولربما لا تصح في الذاكرة، هذا النسب الجديد هو استمرار لنسب. أعتقد أنه لم تبقى عائلة في الصرف كاملة. حيارات، نسور، عبد الله، ريالات، رحاحلة، فواعير، كل هذه العائلات لها نسب متبادل مع عشيرة بنيها. وهذا ما يسوق خاطري هذا اليوم، أن هذا النسب هو أصبح إقليم لنا جميعا. فأسأل الله كما تفضل معنا الدكتور أن يكون هذا الزواج من ثمرات بناء أسرة أردنية عربية مسلمة تكون أيضا صالحة في بناء هذا الوطن. أهلا وسهلا بكم جميعا، ولا أطيل الكلام، وجودكم مفخر لنا جميعا، وأهلا وسهلا، واشربوا ونقرأ الفاتحة كما تعلمون.